لو ننظر مثلا في ليلة 27 من رمضان يجتمع بمكة يمكن 2 مليون par exemple si nous gagne مصلي dans l'état Ramadan l'état du 27 Ramadan à soir il ca y en a à peu près 2 millions di on peut venir faire prière là صحيح correct يجتمعوا زين فعرضوا هذا منظر الناس على بعض يعني الدول العظيمة الكبيرة وقالوا هذا 2 مليون كم تحتاج من شرطة من عسكر حتى يتنظموا يتراصلوا قال نحتاج إلى توعية ونحتاج إلى كذا ونحتاج أقل شيء 6,000 جندي أقل شيء خرج الإمام إمامي صوتي أقيمت الصلاة قال الإمام استو إمامي جي دبوت كل واحد في مكان نظام لا أحد يتعدى الإمام يسجد أو يركع قبل الإمام أو يسلم قبل الإمام نظام أفضل نظام لو يدخل الملك عندنا عندما يخطب الإمام يوم الجمعة لا يستطيع يتكلم الملك. لو يدخل رئيس الدولة ملك المملكة ويدخل إلى المسجد والإمام يخطب لا يستطيع أن يتكلم نظام إمام